السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في فيديو جديد على قناة ميكس كروشيه. النهاردة هنشتغل شنطة حلوة جدا ولذيذة ان شاء الله تعجبكم. معي خيط مكرمية قطن سمكه 3 ملي وهشتغل بابرة رقم 4. هنبدأ كده بعقدة بداية. وهنبدأ نشتغل 22 غرزة سلسلة. كده انا اشتغلت 22 غرزة سلسلة. الخطوة اللي بعد كده هاجي اشتغل في السلسلة اللي بعديها على طول. طبعا تقدري تقلبي السلسلة وتشتغلي في ظهرها في نص الدايرة دي كده وتشتغلي غرز حشو الطريقة اللي تحبيها امشي بيها. هبدأ انا اشتغل في الغرزة اللي بعديها، هدخل كده بالشكل ده بطريقة عادية خالص وهشتغل غرزة حشو، وهبدأ اشتغل في السلسلة اللي بعديها بدخل بالشكل ده وبسحب الخيط وبشتغل غرزة حشو، وهفضل شغالة كده بنفس الطريقة. هشتغل 21 غرزة حشو لحد ما اوصل لنهاية السلسلة. كده انا وصلت لنهاية السلسلة. الخطوة اللي بعد كده هرتفع سلسلة واحدة وهبدأ الف الشغل، وهشتغل في الحلقة الخلفية للغرزة وهشتغل 2.5 عمود. هلف الخيط على الابرة بالشكل ده وهنزل في اول غرزة لكن في الحلقة الخلفية بالشكل ده، وهسحب الخيط وهشتغل 0.5 عمود. هلف الخيط على الإبرة وهنزل في نفس المكان وهشتغل 0.5 عمود بالشكل ده. هبدأ اشتغل في الغرزة اللي بعديها غرزة منزلقة، هلف الخيط على الإبرة وهشتغل في الغرزة اللي بعديها في الحلقة الخلفية 0.5 عمود. هبدأ اشتغل في الغرزة اللي بعديها غرزة منزلقة، واللي بعديها بشتغل 0.5 عمود، واللي بعديها منزلقة، وهكذا لحد ما اوصل لنهاية السطر. وصلت كده لنهاية السطر. هبدأ اشتغل في اخر غرزة عندي 2.5 عمود. بدخل كده في الحلقة الخلفية وبسحب الخيط وبشتغل اول غرزة وبلف الخيط وهنزل في نفس المكان وهشتغل الغرزة التانية. كده يبقى انا اشتغلت في اول السطر غرزتين 0.5 عمود واللي بعديها منزلقة، واشتغلت غرزة وغرزة وصلت لنهاية السطر، وفي النهاية اشتغلت غرزتين 0.5 عمود تزايد بالشكل ده. الخطوة اللي بعد كده هرتفع سلسلة واحدة وهلف الشغل وهبدأ اشتغل في اول غرزة لكن في الحلقة الخلفية. لف الخيط على الابرة وهدخل كده في الحلقة الخلفية للغرزة وبسحب الخيط وبشتغل غرزة 0.5 عمود. الدور ده مش هيبقى فيه تزايد، اول غرزة غرزة واحدة بس واللي بعديها غرزة منزلقة، وبكمل كده عادي خالص، وده بنسميه دور ثابت. بشتغل فوق كل غرزة غرزة زيها، بشتغل 0.5 عمود واللي بعديها منزلقة واللي بعديها 0.5 عمود واللي بعديها منزلقة، وهكذا لحد ما اوصل لنهاية الدور. الخطوة اللي بعد كده هرتفع سلسلة واحدة وهلف الشغل. انا هنا وصلت للدور الرابع، هبدأ اتزايد فيه من اول دور الرابع للدور السابع. هنبدأ كده مع بعض، هنلف الخيط على الابرة وهنزل كده في اول غرزة وبسحب، طبعا شغلي في الحلقة الخلفية زي ما قلت، وبسحب وبشتغل غرزة 0.5 عمود وهلف الخيط وهنزل في نفس المكان هشتغل غرزة 0.5 عمود. كده يبقى انا عملت تزايد في اول السطر. بكمل السطر هنا عادي خالص بالشكل ده كده منزلقة، بعديها غرزة 0.5 عمود، والغرزة اللي بعديها منزلقة، واللي بعديها 0.5 عمود. هفضل شغالة كده بنفس الطريقة لحد ما اوصل لنهاية الدور. وصلت كده لنهاية الدور، هبدأ الف الخيط على الابرة وهشتغل تزايد، بشتغل غرزتين 0.5 عمود في نفس المكان بالشكل ده كده. تمام، يبقى في الدور ده اشتغلت تزايد في اول السطر وكمان في اخر السطر. الخطوة اللي بعد كده هرتفع سلسلة واحدة وهبدأ الف الخيط وهشتغل برضو في الدور ده تزايد، بلف الخيط على الابرة وهنزل في اول غرزة في الحلقة الخلفية وبشتغل غرزة 0.5 عمود، وفي نفس المكان هشتغل 0.5 عمود. تمام كده يبقى انا اشتغلت تزايد، وبكمل كده عادي خالص غرزة وغرزة، غرزة 0.5 عمود وغرزة منزلقة بالشكل ده لحد ما اوصل لنهاية السطر. وسبت كده لاخر غرزة، هبدأ الف الخيط واشتغل في الحلقة الخلفية غرزتين 0.5 عمود، واحد
اتنين بالشكل ده. بعد كده هرتفع سلسلة واحدة وهلف الخيط وهشتغل تزايد في اول السطر وفي اخر السطر. بلف الخيط وهبدأ اشتغل هنا في الحلقة الخلفية غرزتين نص عمود، وبكمل غرزة غرزة، اللي بعديها منزلقة، واللي بعديها نص عمود، وهكذا لحد ما اوصل لنهاية السطر. وصلت كده لنهاية الدور، هبدأ اشتغل تزايد، بشتغل غرزتين نص عمود في نفس المكان. الخطوة اللي بعد كده هرتفع سلسلة واحدة وبلف الشغل، وهبدأ اشتغل في اول غرزة تزايد نص عمود، غرزتين في نفس المكان بالشكل ده. وبعد كده بشتغل غرزة وغرزة، اللي بعديها بشتغلها منزلقة، بعد كده هشتغل غرزة نص عمود، بعد كده هشتغل منزلقة عادي خالص غرزة وغرزة لحد ما اوصل لنهاية السطر. وصلت كده للغرزة الاخيرة، وهبدأ اشتغل غرزتين نص عمود. كده يبقى احنا اشتغلنا مع بعض اربع ادوار تزايد في اول السطر ونهاية السطر. طيب الخطوة اللي بعد كده هبدأ ارتفع سلسلة واحدة وهلف الشغل، وهبدأ اشتغل ادوار ثابتة، هلف الخيط على الابرة وهنزل في اول غرزة واشتغل غرزة نص عمود واحدة. الدور ده هيبقى معايا دور ثابت، والغرزة اللي بعديها اشتغلها منزلقة، واللي بعديها نص عمود، واللي بعديها منزلقة، وهكذا لحد ما اوصل لنهاية الدور. بعد كده هلف الخيط وهشتغل في اخر غرزة غرزة نص عمود واحدة، هرتفع سلسلة واحدة وهلف الشغل، بعد كده بلف الخيط على الابرة وهنزل في اول غرزة بالحلقة الخلفية زي ما تعودنا، وهشتغل تزايد، بشتغل غرزتين نص عمود في نفس المكان بالشكل ده كده، وبكمل غرزة وغرزة، اللي بعديها منزلقة، واللي بعديها نص عمود. وصلت كده لاخر السطر، هبدا اشتغل تزايد غرزتين نص عمود في نفس المكان. بالشكل ده هبدا بعد كده ارتفع سلسله واحده وهلف الشغل، وهبدا اشتغل دور ثابت، هلف الخيط وهنزل في اول غرزه في الحلقه الخلفيه وهشتغل غرزه نص عمود واحده، واللي بعديها منزلقه، واللي بعديها نص عمود، وهكذا، وبشتغل بالتبادل غرزة وغرزة لحد ما اوصل لنهاية السطر. وصلت كده لاخر سطر، هبدأ اشتغل غرزة نص عمود واحدة بالشكل ده. بعد كده هرتفع سلسلة واحدة وهلف الشغل، وهبدأ اشتغل تزايد، بشتغل غرزتين في نفس المكان نص عمود. بعد كده واحد، هلف الخيط وهنزل في نفس المكان واشتغل الغرزة التانية، بعد كده بشتغل في الغرزة اللي بعديها منزلقة، وبشتغل بعد كده بالتبادل غرزة وغرزة، غرزة نص عمود وغرزة منزلقة. وسبت كده لنهاية السطر، هبدأ اشتغل اتنين نص عمود في نفس المكان، يعني بشتغل تزايد بالشكل ده. الخطوة اللي بعد كده هبدأ ارتفع سلسلة واحدة وهلف الشغل، وهبدأ اشتغل الدور ده دور ثابت، يعني بدخل كده وبشتغل غرزة واحدة نص عمود، واللي بعديها اشتغل منزلقة، وبشتغل بالتبادل غرزة وغرزة. وصلت كده لنهاية السطر، هبدأ اشتغل غرزة واحدة زي ما اشتغلت في البداية بالظبط بالشكل ده. الخطوة اللي بعد كده هرتفع سلسلة واحدة وهلف الشغل، وهبدأ اشتغل في اول غرزة غرزة نص عمود واحدة بالشكل ده، وهشتغل السطر ده بالتبادل وهشتغله ثابت. وصلت كده لنهاية الدور، هبدأ اشتغل في اخر غرزة غرزة نص عمود واحدة. الخطوة اللي بعد كده برتفع سلسلة واحدة وبلف الشغل، بعد كده هلف الخيط على الابره وهبدا اشتغل في اول غرزه في الحلقه الخلفيه غرزه نص عمود واحده، والدور ده برده هشتغله دور ثابت.
غرزة وغرزة بالتبادل لحد ما أوصل لنهاية السطر. وصلت كده لنهاية السطر، هبدأ ألف الخيط على الإبرة وهشتغل في آخر غرزة، غرزة عمود واحدة. الخطوة اللي بعد كده هرتفع سلسلة واحدة وهلف الشغل وهشتغل آخر دور معايا ثابت. وصلت كده لنهاية السطر، هبدأ ألف الخيط على الإبرة وهشتغل في آخر غرزة، غرزة نص عمود واحدة. كده يبقى احنا اشتغلنا 4 أدوار ثابتين، ده الشكل اللي احنا وصلنا له. طيب الخطوة اللي بعد كده هبدأ ارتفع سلسلة واحدة وهنبدأ نشتغل تناقص. بتنقل على طول للغرزة اللي بعديها وبشتغل منزلق. بتنقل على طول للغرزة اللي بعديها وبشتغل غرزة نص عمود وبشتغل كده بالتبادل غرزة وغرزة لحد ما اوصل لنهاية السطر. وصلت كده لاخر غرزتين، هبدأ اتناقص. بلف الخيط على الابرة وهنزل في الحلقة الخلفية للغرزة وبسحب الخيط بالشكل ده، وبتنيل على طول للغرزة اللي بعديها بالشكل ده، الحلقة الخلفية وبسحب الخيط. هبقى معايا 4 حلقات على الابرة، بلف الخيط واخرج من الاربعة مرة واحدة. الخطوة اللي بعد كده برتفع سلسلة واحدة وهلف الشغل، هبدأ اتناقص، بلف الخيط على الابرة وهدخل في الحلقة الخلفية بالشكل ده، وبعد كده ادخل في الحلقة الخلفية للغرزة في الغرزة اللي بعديها على طول، وهيبقى معايا 4 حلقات على الابرة، بلف الخيط واخرج من التلاتة الاربعة مرة واحدة. بتنقل على طول للغرزة اللي بعديها وبشتغل منزلقة، واللي بعديها غرزة نص عمود بالشكل ده، وهفضل شغالة كده بالتبادل غرزة وغرزة لحد ما اوصل لنهاية السطر. وصلت كده لنهاية السطر، هبدأ اشتغل تناقص زي ما اتعودنا بالشكل ده كده. الخطوة اللي بعد كده هرتفع سلسلة واحدة وهلف الشغل وهشتغل الدور ده برضو تناقص. وهتنين على طول الغرزة اللي بعديها وبشتغل منزلقة، وبكمل كده السطر عادي بالتبادل غرزة وغرزة، غرزة نص عمود وغرزة منزلقة. وصلت كده لنهاية الدور، هبدأ اتناقص. الخطوة اللي بعد كده هرتفع سلسلة واحدة والدور ده برضو هشتغله تناقص بنفس الطريقة. الغرزة اللي بعديها بشتغل منزلقة، واللي بعديها غرزة نص عمود وبشتغل بالتبادل لحد ما اوصل لنهاية السطر. وصلت كده لنهاية السطر، هبدأ اتناقص بنفس الطريقة. الخطوة اللي بعد كده هرتفع سلسلة واحدة وهبدأ أشتغل تناقص. وبشتغل بالتبادل لحد ما أوصل لنهاية السطر. وصلت كده لنهاية السطر، هبدأ أشتغل تناقص. الخطوة اللي بعد كده هرتفع سلسلة واحدة وهلف الشغل وهبدأ اشتغل تناقص. واللي بعديها بشتغل منزلقة وبكمل بالتبادل نص متر لحد ما اوصل لنهاية السطر. وصلت كده لنهاية السطر، هبدأ اتناقص بنفس الطريقة بالشكل ده. الخطوة اللي بعد كده هرتفع سلسلة واحدة وهلف الشغل، وده اخر تناقص معايا، بدخل كده وبتناقص. بعد كده بشتغل في الغرزة اللي بعديها غرزة منزلقة وبشتغل بالتبادل لحد ما اوصل لنهاية السطر. وصلت كده لنهاية السطر، هبدأ اتناقص
زي ما قلت لكم ده اخر دور معايا تناقص. هرتفع سلسلة واحدة وبإحنا كده اشتغلنا 7 أدوار تناقص. تمام، ده شكل القطعة معايا بالشكل ده كده. طيب الخطوة اللي بعد كده، فهنبدأ كده بعد ما ارتفعنا سلسلة هنبدأ ندخل في الحلقة الخلفية للغرزة وهنشتغل غرزة حشو، وهنتنقل للغرزة اللي بعديها ونشتغل غرزة حشو، وهنلف القطعة كلها بغرز من الحشو، وفي كل زاوية هنا هشتغل غرزتين حشو، وهشتغل هنا في الجنب ده غرز من الحشو عادي خالص، داير ما يدور كده زي ما احنا ماشيين عادي، كل سطر يقابلني هشتغل غرزة حشو من هنا وهكذا لحد ما اوصل للزاوية هنا واشتغل فيها غرزتين حشو، اكمل عادي فوق كل غرزة غرزة حشو واحدة، اجي هوصل هنا للزاوية بشتغل غرزتين حشو وبكمل كده عادي خالص، كل سطر يقابلني من هنا بشتغل سطر غرزة حشو وبكمل لحد ما اوصل لنقطة البداية. هكمل الخطوة البسيطة دي وارجع لكم تاني واشوف هنعمل ايه في الخطوة اللي بعد كده. ورجعت لكم تاني، انا كده لفيت القطعة كلها بغرز من الحشو زي ما انتوا شايفين كده. الخطوة اللي بعد كده ان انت هتشتغلي واحدة زي دي كمان بنفس العدد وبنفس الطريقة احنا شرحناها مع بعض. الخطوة اللي بعد كده هنشتغل الجناب، فكل اللي احنا محتاجينه ان احنا هنبدأ نعد الغرز كلها كده من اول هنا كده لحد هنا. بالفعل عدتهم وطلع معايا 72 غرزة حشو، بالتالي هشتغل سلسلة بطول 72 غرزة حشو، وهرتفع سلسلة واحدة وهنشتغل في السلسلة رايح جاي رايح جاي 9 أدوار. تمام، وبالفعل انا اشتغلت الجناب. الخطوة اللي بعد كده هنيجي نثبتها، لكن الاول هنقفل القطعة الاولى ورجعت لكم تاني. انا كده ثبت القطعتين زي ما انتم شايفين كده، طيب الخطوة اللي بعد كده عايزين نشتغل زي دور كده ونلم الجزء اللي فوق كده شوية، فانا هبدأ مثلا من هنا هسحب الخيط بالشكل ده وهشتغل سلسلة، وهنبدأ نشتغل منزلقة في الغرزة اللي بعديها والغرزة اللي بعديها برضو منزلقة واللي بعديها منزلقة، ومعايا الخيط بداريه تحت الغرز. الخطوة اللي بعد كده هبدأ ادخل في اخر غرزة وهسحب بالشكل ده، وهبدأ ادخل في اول غرزة من هنا في الجنب شايفين،
بسحب الخيط، هسحب بالشكل ده كده. تمام، هشتغل في الغرزة اللي بعديها منزلقة. وصلت كده لاخر غرزة موجودة في الجنب، هبدأ ادخل كده واسحب الخيط وهبدأ اخد اول غرزة من السطر ده. ادخل كده بسحب، بعد كده هسحب كده بالشكل ده، بكمل عادي خالص. اللي بعديها بشتغل منزلقة، واللي بعديها بشتغل منزلقة. هفضل شغالة كده لحد ما اوصل للجزء ده، وهضمه زي ما اشتغلت هنا وزي ما اشتغلت هنا بالظبط. تمام، بسحب الخيط بالشكل ده وهخرج من الحلقتين بالشكل ده كده. شايفين لمت معايا بشكل حلو قوي وجميل. الخطوة اللي بعد كده هنيجي نشتغل قلاب للشنطة، فهبدأ بعقد البداية وهبدأ اشتغل 21 غرزة سلسلة. 1 2 3 4 5. بعد كده هرتفع سلسلة واحدة وهبدأ اشتغل في الغرزة اللي بعديها منزلقة، وهلف الخيط واشتغل في الغرزة اللي بعديها غرزة نص عمود، بعد كده اللي بعديها منزلقة، والغرزة اللي بعديها نص عمود، وهكذا لحد ما اوصل لنهاية السلسلة. كده انا كملت السطر. بعد كده هرتفع سلسلة واحدة وهلف الشغل وهبدأ اشتغل في الحلقة الخلفية زي ما اشتغلنا في الشنطة دي بالظبط. هشتغل غرزة منزلقة وهلف الخيط وهشتغل في الغرزة اللي بعديها غرزة نص عمود، وهكذا هفضل اشتغل رايح جاي رايح جاي لحد ما اوصل للارتفاع اللي انا محتاجاه. انا محتاجة ارتفع 16 دور، هكمل 16 دور وارجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني، انا كده ارتفعت ب 16 دور. الخطوة اللي بعد كده هنيجي نثبت القلاب، فهنمسك الخيط وهنيجي نثبته هنا كده. وزي ما انتم شايفين كده الشنطه معايا جاهزه وكده خلصت معايا. طبعا تقدري تكبري الشنطه زي ما انت عايزه، وكمان تقدري تصغريها زي ما انت عايزه. المقاسات دي بتبقى في ايديكي، لكن انا هنا المقاس بتاعي مقاس متوسط. كده انتهيت من الفيديو، اتمنى يكون الفيديو عجبكم والشرح كان سهل وبسيط عليكم. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وسيبي لي تحت كومنت قولي لي ايه رايك في الشنطه، ولو في اي سؤال او استفسار ممكن تسيبيه تحت في الكومنت وانا ارد عليك ان شاء الله على طول، او على جروب ميكس كروشيه تعليم فن الكروشيه. بس كده، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.